طيب خلينا نروح لكابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي واناقش بقى معاه كل هذه التفاصيل، لكن الاول ازيك كابتن ناصر؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تحياتي لك كابتن اسلام وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن ناصر، النهارده كانت في مباراه الاسماعيلي او المحله والاسماعيلي، هذه المباراه كانت تقام في ملعب غزل المحله، انتهت المباراه بالفوز المحله على الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ولكن في هذه المباراه حضرتك اتفرجت على المباراه او اتفرجت على الاهداف؟ اللي هي لقطات يا كابتن اسلام اللي كان فيها مشاكل ما بين كان هناك على الاقل لقطتين نقدر نتكلم فيهم واعرف وجهه نظرك. اللقطة الأولى اللي الكابتن عنها اتكلم عنها كابتن صابر عيد، واللقطة الثانية اللي هي الشوطة اللي من بره وغيرت اتجاهه ودخل الجول. هل حضرتك، أنا راجل يعني على قدي في التحكيم، ممكن تقول لنا وجهة نظرك في اللقطتين دول؟ كابتن اسلام، هو في هدف تم الغائه نعم في البداية. الهدف دوت كان في مخالفة تم مع حارس المرمى، وبالتالي الحكم احتسب الهدف. واحنا قلنا الهدف كابتن اسلام ما ينفعش يجي هدف وتسبقه مخالفه. نعم. هنا الفار تدخل بالقرار وتم اسعاد الحكم، الحكم راح يعني شاف الواقعه، وبالتالي هنا ده هدف ملغي. تمام. كان هناك تسبقه مخالفه. تمام. في لعبه ثانيه كانت في لمسه كره بالايد، واحنا قلنا المهاجم لا، دي لمست بالايد، تمام، دي واضحه. بالظبط كده كابتن اسلام. انا عاوز بس كابتن اسلام الاخطاء مش الكره بس في الكره ماتش الثالثه يا كابتن، بس بعد اذنك. الكرة الثالثة دي اللي اتشاطت من بره وغيرت اتجاهها، هل دي تحسب هدف ولا اوف سايد زي ما اتحسبت؟ التالتة كابتن اسلام، لو في بس ماتيريال نشوف بس فيها، لان انا الهدفين اللي هم بتوع الفار دولت اللي انا دول متاكد اللي منهم عشان بس اكون واضح. اوكي. انما انا لو انت تفتكر كابتن اسلام، بس خلينا بقى نتكلم، المشكله مش خاصه بماتش المحله يا كابتن اسلام الله يخليك. احنا لما انا قعدت مع حضرتك وكان في حلقه تقريبا بالظبط من شهر، مظبوط، واتكلمت حضرتك في كم المشاكل اللي موجود الخاصه بلجنه الحكام، واحنا قلنا دايما البدايه الخطا نعم بترتب عليه اخطاء كتيره جدا جدا. اوكي. اتكلمنا في مشاكل القائمه الدوليه واختياراتها. نعم. اتكلمنا في لجنه الحكام التي حتى الان لم تشكل، وده امر غريب جدا جدا يا كابتن اسلام، انا مش عارف، مش لاقي حل. طيب لما تكون لجنه الحكام النهارده فيها ست ملفات يا كابتن اسلام، وده السؤال. لما انا النهارده عندي ست ملفات، كل ملف على الاقل بيحتاج اثنين او ثلاث اعضاء بيبقى مسؤولين عن هذا الملف. اوكي. على سبيل المثال إدارة الفار على الأقل فيها ثلاثة مسؤولين من أعضاء لجنة الحكام في إدارة الفار. أوكي. نيجي لتعيينات الحكام يا كابتن إسلام، ودي بقى الكارثة الكبيرة. مش هينفع واحد يعين، يعني أنا بقول أهو، مش هينفع واحد بس يعين الحكام وكلاتنبرج يعتمد التعيين. هل ما زال كابتن أحمد أبو العيلة هو من يعين الحكام حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة من الأسبوع الثاني التعيينات أحمد أبو العيلة. وإحنا قلت الكلام ده كابتن إسلام معاك. نعم. قلت لما واحد بس بيعين غير لما يكون في ثلاثة بيشتركوا في التعيينات. ليه؟ لأن الثلاثة بيبقى لهم أكتر من عين، سواء كان في شخصية الحكم، مين الحكم اللي يقدر إن هو يدير المباراة؟ نعم. مين اللي عنده قدرة في هذا الكلام؟ أنا بتكلم يا كابتن إسلام في مشكلة عندنا. النهاردة ما فيش ثقة من الحكام للجنة، أو مش للجنة، للقائمين. أوكي. يعني إحنا دايماً لما بنيجي نشتغل، هي في لجنة يا كابتن ناصر. ما هو انا بقول القائمين، اللي هم أوكي. الكابتن تامر دري والكابتن احمد ابو العين، مع أوكي. طبعا الخبير الاجنبي. طيب هو ما تزعلش مني يا كابتن ناصر، معلش، هو الخبير الاجنبي هياخد معلومات او هيستسقي معلوماته عن الحكام منين؟ من الكابتن احمد ابو العين. اوكي. كابتن احمد طيب. ابو العين. اوكي. كابتن اسلام. نعم. خلي بالك احنا في بدايه الدوري او في بدايه التحضير للدوري، نعم، كنا دايما بنسعى لنقطه مهمه جدا، هي اعاده الثقه ما بين الانديه والحكام. خلي بقى الانديه تثق في الحكام، نعم، وينزل اللعيبه تبقى واثقه في الحكم المباراه. النهارده كابتن عندنا مشكله اكبر، احنا مش عارفين نعيد الثقه ما بين الحكام واللجنه او القائمين على اللجنه. اوكي. نتيجه ايه يا كابتن اسلام؟ نتيجه المجاملات الفجه في القائمه الدوليه. نتيجه اختيارات الحكام في القائمة الدولية. نعم. نتيجة التعيينات الحكام واستبعاد بعض الحكام سواء كانوا في الدوري الممتاز أو الممتاز به. أيوه. إذا النهاردة أنا بتكلم في لجنة الحكام مش موجودة يا كابتن إسلام. وهو دوت يعني إيه يا كابتن مش موجودة؟ يعني هو أنا دلوقتي أبقى قاعد
اقعد النهارده كده امسك ورقه وقلم اقول مباراه المحله والاسماعيلي فلان الفلاني ومعاه فلان الفلاني ومعاه فلان الفلاني ومعاه فلان الفلاني، صح؟ ايوه. وبعدين اجي المباراه اللي بعدها اقول كذا الطاقم التحكيم كذا، وبعدين بس كده وابعت الاسماء وخلاص بدون اي دراسه بدون اي شيء. يعني كابتن محمد معروف في مباراته امام السنه اللي فاتت عمل حركه يعني دلت على ان هو حتى لو ما كانش مقصوده في النهايه هو حط نفسه موضع شك. وجهه نظري برضو حضرتك صحح لي، حضرتك خبير في هذا الامر وعارف يعني تقدر تتكلم معايا افضل ومع الجمهور افضل. فانا كان وجهه نظري ان هو ما يلعبش للزمالك تاني في مثل هذه الامور، او ما يلعبش لسيراميكا كليوباترا تاني في مثل هذه الامور، لانه خلاص يعني ايه المشكله اللي ما بيلعبش المباريات دي تاني؟ هيحصل حاجه يعني؟ تمام يا كابتن اسلام، هقول لك على مفاجاه يا كابتن اسلام. اتفضل يا كابتن. الكلام ده القرار ده النهارده لجنه الحكام في الجزائر. لجنه الحكام في الجزائر؟ اتفضل. النهارده عملت ايه يا كابتن؟ قابلت اللجنه اللي هو جمال حيمودي، حضرتك اكيد تعرف. طبعا طبعا ده اسم كبير ايامنا احنا ما كنا بنلعب. اصدر قرار النهارده قال ايه؟ قال ايه؟ قال بص بقى شخصيه اللجنه وشخصيه القائمين. اي حكم هياخد قرار هيأثر في نتيجة المباراة يعتبر نفسه كده مش موجود معانا. أنت شايف يا كابتن سامي الكلام؟ أي حكم ياخد قرار يؤثر في نتيجة المباراة يعتبر نفسه مش موجود معانا. خلي بالك خلي بالك. ما حدث في مباراة الزمالك وسيراميكا. أوكي. لما بنتكلم في طرد لاعب، طرد للإنذار الثاني، وكل الناس يعني مش عاوز اقول لك كل عناصر اللعبه متفقين على هذه الحاله كده. مظبوط. لا يا كابتن ده الكابتن معروف حط ايده في جيبه وطلع وبعدين دخل تاني، دخل الانذار تاني. كابتن سام هقول لك على حاجه، انت قلت حاجه جميله جدا وانا بحييك. عارف يا كابتن لو محمد معروف ما حطش ايده ورا جيبه وراح عادي في اللعبه كانت عدت، وهو قدرها ان هي بدون انذار ماشي مفيش مشكله. ولكن عندما تحسب الحسابات يا كابتن، ايوه كابتن اسلام، اي حكم يحسب حساباته اوكي، انا بقول لك ما ينفعش ده حكم. اوكي. اي حكم يفكر قبل ما يدي القرار خلي بالك، لان هذا القرار اثر في نتيجه المباراه. بنتكلم في طرد لاعب في الدقيقه 44، بمعنى كده ان الشوط الثاني فريق هيلعب 10 وفريق هيلعب 11. هذا القرار في التحكيم عندنا لو انا مقيم براقب في الاتحاد الافريقي، وانا راقبت قبل كده، راقبت مصطفى غربال واريك اوتوجو والناس دي كلها، تعليمات كالاتي: القرار الذي يؤثر في نتيجه المباراه، الدرجه هنا بتنزل 5.5 6، يعني معنى كده الحكم بتوقف 6 شهور او 4 اشهر، من 4 ل 6 شهور. النهارده كابتن هذا القرار اثر في نتيجه المباراه. انا بسال سؤال يا كابتن محمد. طبعا يا كابتن محمد، حب نفسك اكتر من تحب اي حد. النهارده انت النهارده لو في لجنه موجوده لابد ان هي تاخد قرار بايقاف هذا الحكم، وانا بقول اهو لان هذا القرار اثر في نتيجه المباراه. كابتن اسلام، مع احترامي ليك، حكم دولي خاف على اسمك، صحيح، خاف على سمعتك، خاف على اسمك، محدش هينفعك. اوكي. النهارده كل الناس بتتكلم في هذا الخطا يا كابتن. احنا النهارده بنتكلم في بدايه، للاسف هي بدايه مش طيبه بالنسبه للدوري المصري. للاسف الشديد الجوله الاولى كانت جيده جدا ومرت بسلام، او مرت بسلام، خليني اقول مرت بسلام، لكن الجوله الثانيه وجهه نظري. انا عايز حضرتك تشوف الكره اللي انا بقول لحضرتك عليها دي في مباراه الاسماعيلي والمحله، او المحله والاسماعيلي، وتقول لي برضو رايك فيها علشان نبقى يعني صادقين مع الجمهور. انا شخصيا شايفها ان هي هدف، هي اتحسب التسلل معرفش، فبعد اذن حضرتك بص عليها. هي اتشاطت من بره. ولو سمحت نرجع نكلم كابتن ناصر مره ثانيه يا شباب علشان برضو يبقى احنا بالظبط. لا ابعتوها للكابتن ناصر احسن فيديو يبص عليها. حاجه بس بعد اذنك، اتفضل يا كابتن. بعد اذنك تسمح لي من خلال برنامجك، وانا عارف انك انت بتحب الحكام ودايما انت جدا جدا، وانت اشكت في الجوله الاولى وقلت ان البدايه طيبه، واحنا كلنا قلنا يعني هذه البدايه نستثمرها للحكام اللي في الاسبوع الثاني. يا كابتن ناصر، في الجوله الاولى تم طرد طاهر محمد طاهر، وانا قلت يستحق الطرد يعني. تمام. البعض قال لي لا ومش لا وكذا وكذا وكذا، انا شايف كده وقلت كده، وجهه نظري اتقالت. فبالتالي لما اجي اطلع النهارده اقول يا جماعه انا لا، في غلط بيحصل، في حاجه غلط، في حاجه، ايه اللي حصل من الدور او من الجوله الاولى للجوله الثانيه؟
زي ما قلت لحضرتك يا اسلام، احنا محتاجين من خلال البرنامج بقول لابد ان تكون هناك لجنه حكام، ولجنه حكام قويه تقدر النهارده تحاسب الحكم، لان من غير ما اقول النهارده انا مش شايف لجنه، انا كحكم مش شايف حد. اوكي. جلاتنبرج بياخد التعليمات يا كابتن اسلام، ولابد يكون في امانه في العرض، يعني انا النهارده ما بعمل تعيينه لابد ان يكون عندي امانه بعرضها على الراجل. اوكي. لان الراجل ما زال حتى الان مش عارف الحكام، حتى الان لسه بعيد. أوكي. ولكن خلينا نقف مع الراجل، بس لابد نكون في لجنه الحكام ونوفر العوامل لكلاتنبرج. تمام.